ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وسعادة وهنا، كل سنة وطيبين. وعيكو ياسمين، النهاردة هعمل لكم حاجة كده في السريع، زي ما هنقول كده اعادة تدوير للاكل. كان عندي اكل في الفريزر وعملته بطريقة تانية مختلفة، وان شاء الله يعجبكم. دلوقتي بقى هعمل معاكم حاجة اعادة تدوير للاكل. انا عندي فريك، تمام، وهعمل له اعادة تدوير كده، هوريكم ازاي. هو الفريك كان ماما شايلاه في الفريزر، فعملت بصلة بملح وفلفل كده، دعكتها بملح وفلفل ومعلقة سمنة، وهبدأ ان انا اشوح البصلة لحد ما تدبل، وهوريكم هعمل ايه. دي صدور فراخ متقطعة كبيرة، هنشوحها بقى كده، تاخد صدمة، وبعدين ابدأ اقلبها مع البصلاية، تمام. وهوريكم هعملها ازاي مع الفريك بطريقة مختلفة. بصوا، حط بس شوية سكر في الملعقة، منظر ده. عندكم بقى كل الالوان، بلوني ودار الفلفل كمان. انا حطيت فلفل اخضر وطماطم مايتين، طماطم مايتين. تمام، هحط كده تاخد، هحط معلقة صلصة عشان تدي بس لون بالطاجن بتاعنا بالطريقة دي كده. بصوا، 5 دقايق، 5 دقايق، وهزود عليهم الفريك، وهبدأ ان انا احطهم عندي في الطاجن دوت وادخلهم الفرن. استنوني اهو، بدأت ان انا احط كله في الطاجن، وهبدأ انزل الفريك اللي عندي احطله. من الفريزر على طول اهو، عشان مرضيتش احطه في اي حاجة. نبدأ بقى نقلب كويس، ندخل بقى الفريخ في الفريك في كل حاجة، وهحط له شوية شوربة، وبعد كده هبدأ ان انا احطه في الفرن. بصوا اهو الطاجن، تمام، وفي شوربته في كل حاجة، هيتشرب بقى من بعضه، هياخد طعم الفريخ وهيبقى زي الفل. بص ما شاء الله الفراخ استوت، والفريك كمان كان مستوي اصلا، بس بقى جميل وحلو وطري كده. دينا عملنا اكله من اكله قديمه، ف يا رب تعجبكم. وفي افكار بقى من الحاجات دي كتير، ان شاء الله هعملها لكم قريب بامر الله. يلا اشوفكم المره الجايه على خير، باي باي.